علمك يا استاذ كلينتون، انت سوقك ما اتضربش، انت سوقك هو اللي شغال بره. كل البنات دلوقتي بره نفسها في راجل من بتوع زمان، انت بقى الراجل بتوع زمان. بجد والله؟ اه والله. اقول لك حاجه، في اليومين اللي احنا خرجناهم بره. انت خرجته؟ اه ما احنا غفلناك وخرجنا، ما قلتلكش الموضوع، هبقى اقول لك عليه بعدين. المهم في اليومين اللي خرجنا بره دول انا قابلت بنت جارتنا كده، ابوها راجل محترم يعني، عنده سوبر ماركت تحت بيتنا ومش عارف ايه، وبعدين حكيت لها عن شهامتك ورجولتك وازاي انت ضربتنا وشتمتنا وكتفتنا في الزريبه. بنت من ساعتها واقفه فوق دماغي، هات لي كلينتون، هات لي كلينتون، هات لي كلينتون. اسمها ايه البنت دي؟ اسمها سيري. الله، اسمها حلو قوي. لا وصوتها احلى بكتير. اوريك حاجه، بص. طبعا انت مش عارف ايه ده، ده تليفون. كل واحد في العالم الجديد معاه تليفون زي ده. التليفون ده هي معاها واحد زيه، تقدر انت وهي تتكلموا مع بعض براحتكم بقى. بجد؟ اه. يعني ازاي؟ بص، دوس على الزرار ده اللي في الجنب ده، دوسه طويله. اه. وكلم اهو. يعني واحد خير يا سيري. صباح النور. ايه ده؟ دي رد عليا. لا وليس طمن عليها يا عم. يا ده ايه؟ ازيك ازيك يا سيري؟ انا في خدمتك. اه ده انا اللي خدامك، صوتها حلو قوي. لا وشكلها احلى بكتير. طب مش هنروح لها؟ لا نروح فين يا استاذ كلينتون؟ عيب، دي من اسره محافظه. احنا هنطلع احنا الثلاثه مشوار ونسيبك معاها، واول ما نرجع هاخدك ونروح لها نقرا فاتحه. طب بس سيبني ده عشان اعرف اتكلم معاها براحتي. اه لا 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 براحتك.